أعطوا المواطن بيت العمر قبل أن يؤويه القبر. افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله. سمو الرئيس: بعد عرضنا لمشكلتي الصحة والتعليم، نأتي اليوم إلى القضية الإسكانية التي تعاني من إهمال حكومي متعمد وتسويف نيابي مقصود، فيما معاناة المواطن تزداد يوما بعد يوم. لا شك أن هذا الملف سيكون من ضمن برنامج عمل الحكومة المقبلة، لأنه من العاديات التي توضع في البرامج الوزارية، لكنه يبقى حبرا على ورق، لأن المستفيدين لديهم قدرة على عرقلة أي مشروع حقيقي لتخليص الكويتيين مما يعانونه، بل هؤلاء المستغلون على استعداد لترك الكويتي يموت انتظارا لحصوله على الرعاية السكنية ويسكن القبر قبل سكنه بيت العمر، أو يرث أولاده وأحفاده دوره في انتظار تلك المكرمة التي تتكرم بها الحكومة. في هذا الشأن نعود ونكرر يا سمو الرئيس: إذا وجدت الإرادة هانت الصعاب، كما أن التكرار يعلم الشطار، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى ليس عيبا. لذا إذا وجد القرار يمكن حل هذه المشكلة في غضون سنوات قليلة، أما إذا كان الأمر مجرد دغدغة مشاعر المواطنين عبر الكلام الإنشائي في برنامج عملكم، فعليكم أن تدركوا أن هذا المخدر سرعان ما يزول ويعود الألم من جديد. سمو الرئيس: كانت مشكلة العشوائيات تشكل أكبر عقبة اجتماعية وتنموية في مصر، وعملت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حلها في غضون سنوات قليلة. لقد حفظت كرامة الأسر ببيوت مبنية على طراز حديث. وبالمناسبة، فإن طالبي الرعاية السكنية في مصر عددهم أكبر من عدد سكان الكويت كافة، ولم تواجه الدولة أي عقبة في حل المشكلة رغم تعقيدات نزع الملكية غير الموجودة عندنا، وكذلك فعلت المغرب. الأمر ذاته في المملكة العربية السعودية الجارة الأقرب لنا، التي رصدت في موازنتها للعام المقبل 130 ألف وحدة سكنية، لكن بطريقة إبداعية سارت عليها منذ سنوات كثيرة، وهي إشراك القطاع الخاص، فيما تكفلت الدولة ضمان الفوائد على القروض ولم تثقل كاهل المالية العامة كما هو حاصل لدينا. في كثير من دول العالم التي يعاني فيها المواطن من مشكلة إسكانية، تعمد الدولة إلى بناء وحدات اقتصادية وتؤجرها إلى المحتاجين ببدل زهيد لفترة محددة في القانون، فيما تضمن حقوقها الأخرى لجهة عدم البيع من الباطن كما يحصل في الصين مثلا أو ببعض المقاطعات البريطانية. سمو الرئيس: لقد تركتم الأمر لهرطقات النواب الذين يسعون إلى الاستفادة من كل قضية تعرض أمامهم ولا يبادرون إلى الحل، فأنتم تخليتم عن قانون الرهن العقاري الذي كان يمكن أن يشكل حلا من الحلول لو أقررتموه لوفرتم على الكويتيين الكثير، فيما الحاصل اليوم أن المواطن بات فريسة للتجار الذين أمنوا العقوبة بسبب قانون لم يعدل منذ عقود. لا شك أن من الحلول لتجاوز أزمة السكن إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين والبنوك، فهؤلاء يمتلكون حلولا وخبرة كافية في تنفيذ المشاريع الإسكانية ويوفرون على المال العام الكثير. إذا تيسر لحكومتك أن ترى النور وتثبت أنها تريد العمل، لابد لها من أن تعيد النظر في كل هذا الملف وتعمل على الاستفادة من خبرة الدول الأخرى في هذا الشأن، أما بغير ذلك فستكون هذه المشكلة واحدة من التي تسرع في إسقاط حكومتك.